أسهل طريقة لنقل الملفات والصور من جوالات أبل إلى الكمبيوتر والعكس. بسهولة شديدة يمكنك نقل الصور والفيديوهات والملفات من جوالك آيفون إلى الكمبيوتر والعكس دون الحاجة إلى أي كابلات. كل ما عليك فعله هو تحميل تطبيق AirMore على جوالك، ثم فتح موقع التطبيق على الكمبيوتر من خلال زيارة موقع airmore.com، مع مراعاة أن يكون الجوال والكمبيوتر متصلين بنفس شبكة الواي فاي. بمجرد فتح الموقع على الكمبيوتر سيظهر لك QR Code، وبمجرد فتح التطبيق عبر جوالك سيظهر لك خيار Scan to Connect. بالضغط عليه ستفتح كاميرا الجوال. بوضعها على QR Code سيتصل الكمبيوتر بجوالك مباشرة. بعدها يمكنك من على الكمبيوتر التحكم في الجوال، حيث ستظهر لك كل محتويات جوالك، ويمكنك تحديد أي صورة أو فيديو أو ملف والضغط على خيار Import لينقل مباشرة من الجوال إلى الكمبيوتر. كما يمكنك أيضاً تحديد أي ملف من على الكمبيوتر والضغط على خيار Export لينقل من الكمبيوتر إلى الجوال فوراً. وتلك هي أسهل وأسرع طريقة لنقل الملفات من جوال أبل إلى الكمبيوتر والعكس. وتذكر دائماً أن الحداد عنده كل جديد.